مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 7421 مشترك. النهاردة معانا مجموعة من الايردروبات وتذكير لايردروب مهم. هو كان بيدينا واحد قطعة من العملة، الرمز بتاعه كان BETN. تمام، الايردروب ده مهم جدا، تضغط على كلمة ستارت، بعد كده بتتفتح لك الخطوات باقي المهام. بعد كده بتنضم على قناة التليجرام الاولى، الشانل بتاعة التليجرام، الفيسبوك، بتعمل له لايك على الفيسبوك هنا، وهنا فولو على تويتر، وفولو على الشانل دي، بتعمل له جوين على الشانل، والميديم. تمام، والجيت هوب برضو بتنضم ليه. بعد كده بنضغط على كلمة يس، وهنا بتديله الايميل بتاعك، وهنا اليوزر نيم بتاع التليجرام، بيطلب منك اليوزر نيم بتاع الفيسبوك اللي هو اللينك بروفايل بتاعك، بتديله هنا، بتديله اليوزر تويتر. تمام، وبيقول لك حط لي هنا محفظة الماي ايثر والت، برضو اللي ما عرفش محفظة الماي ايثر والت هسيبها له الشرح بتاع اسفل الفيديو. بعد كده بيديك هنا واحد قطعة من عملة البي اي تي ان. تمام، الزيادة على الاير دروب ده اللي هو هنا، هسيب لكم برضو القناة دي، انت هتحط محفظة الماي ايثر والت اللي انت حطيتها هنا، تمام، اللي هي دي، هتحطها في القناة هنا. تمام، هتضغط على القناة وبعد كده ترسل له العنوان بتاعها. تمام، هنضغط على القناة كده، تمام كده، وهترسل له العنوان بتاعها ده هنا اهو زي الناس دي كده. تمام، اهي ده كان اول اير دروب معانا، كان تذكير. وتاني اير دروب برضو انا كنت شرحه من فترة، هو لعملة هيدجو. الفكرة بتاعت الاير دروب ده، انت كل اللي عليك اللي انت بتسجل في الموقع ده، وبعد كده بتسجل بالايميل، وبعد كده بيطلب منك اللي انت بقى الكائن ده كده، بتديله مثلا 10 ساعات، بتديله رحلة كل يوم بتدخل 24 ساعة، هو بيبقى معاك نقاط هنا، النقاط بتتجمع هنا. تمام، انا معايا 7.70 من العملة. تمام، بنروح نشوف برضو الاعدادات، بتدخل على الاعدادات بتاعتك، هنا بتديله اليوزر نيم بتاعك، هنا لو عايز تغير الباسورد ده رابط الاحالة بتاعك، بتبدأ تروج له. تمام، هنا السوق، هنا المخزون بتاع العملة، انت كل اللي عليك اللي انت بتضغط على كلمة هيدجو دي، وبتضغط على الكائن ده، بس انا عشان اديته رحلة دلوقتي، دلوقتي مش هينقل معانا للصفحة التانية، انت بتضغط على كلمة النكست، بعد كده بيبدأ هو في الرحلة اهو، انا مديله رحلة اهو، فهو شغال فيها. ده تاني اير دروب. تالت اير دروب برضو كان لعملة مهمة، لعملة البي ال اس اس. العملة دي انت كل يوم بتدخل بتلاقي 5 قطع منها. الفكرة اللي في الاير دروب ده، هو على فكرة برضو يعني برضك تذكير، ان العملة دي يعني برضو هقول لكم على العملة بتاعت اللي هتديها لنا منصة البيت فوركس، برضو الفورم ده متعلق بالمنصة دي. تمام، بالمنصة اللي انا كنت شارحها امبارح او اول امبارح. تمام، انت مهمة هندخل في الاير دروب ده، بس كده الاير دروب ده انت هتضغط على كلمة بي ال اس اس هودل من هنا. تمام، هو ينقلك لصفحة، انت بتسجل في الموقع ده تسجيل عادي، ايميل، باسورد، يوزر نيم. تمام، بعد كده بتلاقي هنا 5 قطع. تمام، بتعمل لهم غلق، بتكتبهم هنا، وبتضغط على كلمة البي ال اس اس. ولو انت عامل جوجل ادفكتور اللي هو الجوجل اكواد او كده، بتحط هنا الرقم بتاعك وتضغط على. تمام، لو انت مش حاطط جوجل اكواد، بتضغط على البي ال اس اس، وبينزل لك هنا الرصيد اللي اتقفل عليه، والرصيد الزيادة ده هتاخده بعد انتهاء الاير دروب. الاير دروب ده هينتهي بعد 14 يوم، فالناس تلحق تسجل فيه.
تمام. تعالوا بقى نشوف الاير دروب للمنصة بتاعت بيت فوركس. هو الاير دروب ده هو هيوزع 30,000 من عملة اليو اس دي تي تمام على الاعضاء اللي هتسجل فيه. هتعمل الكلام اللي هو اللي انا هقوله دلوقتي ده، اللي انت هتدخل كل يوم كل 24 ساعة بتضغط على كلمة طلب بي تي سي من هنا تمام. خلاص بنعمل ريلود كده للصفحة تمام. هو كان 0.3 تمام، اهو بقى 0.4 تمام. كل يوم هتدخل تعمل الكلام ده، هتضغط على كلمة كلمة. هو الحكاية دي كلها بعد انتهاء الفترة، بعد انتهاء الفترة هو كاتب هنا 16 جوليو. النهاردة كام؟ دي الفترة اللي هو ابتدى فيها الاير دروب تمام. الانتهاء انا مش عارف امتى. هو انت كل يوم هتدخل هتضغط على كلمة كلمة من هنا وبعد كده تخرج تاني تمام. الزيادة اللي انت هتعملها، اللي انت هتروح للفورم ده، الفورم ده اللي انا واخده من الموقع ده اهو تمام. المهم هتروح للفورم ده وتحط له اليو اي دي بتاعك. اليو اي دي ده هتاخده من هنا، هتضغط على السهم الصغير اللي فوق ده وهتاخد الرقم بتاعك اللي فوق ده ماشي، وتحط له في الفورم وخلاص على كده تمام. ده كان الاير دروب برضو كان مهم. الاير دروب ده برضو احنا شرحناه لمنصة البي دبليو. وانت كل اللي عليك اللي انت بتدخل كل 24 ساعة برضك وتضغط على كلمة كلام. بعد كده بتتنقل للصفحة دي، بتضغط على كلمة شيك من هنا، بيبدأ يزيد معاك البوينت، والبوينت بيتحول لعملة. كنت شرح في الفيديو السابق برضو عملة غير دي، هو غيروا العملة بقت الدي يو اس دي تمام. كل لما انت بتدخل بتجمع النقاط هنا العملة بتنزل لك هنا تمام. العملة دي سعرها 100 قطعة منها بحوالي 107 دولار تمام. بكده انتهت الاير دروبات معانا. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.